تفقد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حج سعيد بولاية البيض عددا من المنشآت السياحية، مؤكدا بالمناسبة أنه يتعين الاهتمام أكثر بمسألة التسويق والترويج للمنتوج السياحي المحلي. المزيد مع محمد ياسين نقاش. مؤهلة سياحية وموروث ديني وثقافي متنوع، تلك التي تزخر بها الصحراء الجزائرية، ما يجعلها قطبا سياحيا بامتياز. ولاية البيض وجهة مستقبلية واعدة جدا، بحكم أنها مؤهلة لاستحداث نمط سياحي تحبده كثيرا العائلة الجزائرية، وهو السياحة الروحية والثقافية. ولهذا هناك مخططات توجيهية للتهيئة السياحية في طور الإنجاز، ومخطط البيض هو في مرحلته الثالثة، وسوف يعطينا إذن الخطوط العريضة للاستعمال السياحي لهذه الولاية. وزير السياحة محمد أمين حج سعيد أكد على تشجيع الاستثمار السياحي والحفاظ على الأصالة والهوية لترقية السياحة الصحراوية.